وبمناسبة يوم المرور العالمي تكريم عناصر فرع شرطة المرور في اللاذقية لجهودهم على تأمين الراحة للمواطنين. بمناسبة يوم المرور العالمي الذي قام هذا العام تحت شعار سلامتكم هدفنا والتزامكم أملنا، قام محافظ اللاذقية يرافقه أمين فرع الحزب وقائد شرطة اللاذقية بتكريم عناصر فرع شرطة المرور. تحية لرجال المرور في عيدهم القائمين على حفظ الأمن والنظام وتأمين الطريق السليم والعبور للأخوة المواطنين والسائقين والسيارات. تحية لهؤلاء الشباب الأشاوس الذين أيضا يقاتلون مع الجيش العربي السوري في كل نقطة من النقاط، سواء على الطرق العامة بحفظ الأمن والنظام بالاشتراك مع زملائهم من بقية الجهات. فشكرا من القلب بمناسبة عيد المرور لكل رفاقنا المحاضرون معنا هنا، ونقول إن شاء الله مبارك للوطن قادته ورفاقنا جميعا، وإلى انتصار قريب مع جيشنا الباس الأسطوري الجيش العربي السوري وقائدنا الرمز الدكتور بشار حافظ أسد. نهنئ جميع رجال المرور في قيادة شرطة محافظة اللاذقية بالمدينة والمراكز في المناطق ومركز الطرق، ونحثهم على المثابرة في تنفيذ مهامهم في تأمين السلام العام لمستخدمي الطريق ليلا ونهارا وفي الصيف والشتاء، وسنبقى دائما الجند الأفياء للوطن ولقائد الوطن. ونحن كرجال المرور طبعا سعيدين جدا بهاليوم هذا، لأنه يتخصص عيد خاص فينا طبعا، مو بس في بلدنا الحبيب سوريا، في كل دول العالم. وهذا طبعا مثل ما حكينا أنه يشكل حافز إضافي يعني لعنصر المرور يحس بها التكريم، أنه فمقابل التكريم يبذل كل ما يستطيع من جهد لتوفير السلام المرورية. إن شاء الله العيد الجاي نحتفل جميع المحافظات السورية بهالعيد المرور، كون كلياتنا هيك مجتمعين. عناصر المرور أكدوا مجددا التزامهم بالسهر على راحة المواطنين وتجديدهم العهد بالوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري على أمل تحقيق النصر على الإرهاب.